افتتح وزير المالية محمد معيط مؤتمر مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الإفريقي عن طريق المشروعات الصغيرة، وهي من بين الفعاليات الدولية التي تقام على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كذلك، والتي بدأت بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 15 من هذا الشهر. قال وزير المالية إن الوضع المالي للاقتصاد المصري حاليا يعد أفضل من أوضاعه ما قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر، حيث نجحت مصر في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموا في الشرق الأوسط. الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور هشام أهلا وسهلا بحضرتك. الأرقام التي يقدمها وزير المالية دكتور محمد معيط في محفل كالمحفل الذي نحن إزاءه، حتى وإن كانت الفعالية على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، كيف يمكن التعامل معها أو استقبالها في بيئة المال العالمي؟ أخي في البداية تحية لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد هو فرصة جيدة للغاية أن تعرض مصر تجربتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والنتائج التي تحققت حتى الان. اتصور انه المجتمع الدولي في انتظار تقييم هذه التجربه والاستفاده منها، لانه الحقيقه لو هناخد مؤشر من مؤشرات الاقتصاد الكلي هنجد انه الحقيقه في ارقام جيده للغايه. لو بنتحدث عن معدل النمو الاقتصادي، مصر حققت خلال الربع الاخير 5.5%، بتستهدف كمعدل نمو اقتصادي خلال العام المالي القادم 19-20 6.1%، بالمقارنة مع معدل نمو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقدر نهاية العام 1.3%. وبالتالي ده يرشد إلى أي مدى هناك ارتفاع جيد للغاية لمعدل النمو الاقتصادي المصري بالمقارنة مع الدول في هذه المنطقة. لو هناخد مؤشرات أخرى، بالتأكيد زي ما حضرتك أشرت، عجز الموازنة العامة للدولة، الحقيقة مصر على مدار تاريخها الحقيقة كانت بتعاني دوما من عجز كبير ومزمن في الموازنة العامة للدولة. بالتأكيد أن تظهر الموازنة فائض أولي ده أمر طيب للغاية، لأن هو ده اللي هيطمئن. دلالته إيه دكتور هشام؟ نعم، هيطمئن مصر وهيطمئن المجتمع الدولي في ما يتعلق بكيفية مواجهة مشكلة كبيرة. بالتأكيد هو تفاقم حجم الدين العام، ومن شأن أن يكون هناك فائض أولي، يبقى عندنا أمل كبير أنه موضوع الدين العام هيتم التعامل معاه، لكن من خلال ما يتم تحقيقه من فائض أولي داخل الموازنة العامة للدولة، أو مع توجهات أو تحركات اتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة اللي بتوقع لها بكل تأكيد هيكون في ميل للانخفاض، خاصة مع انخفاض معدل التضخم. ما يتعلق بقى أيضا بمعدل التضخم اللي هي أيضا بيظهر انخفاض جيد للغاية، احنا دي تقريبا بنتكلم في متوسط ما بين 13 و14%، نزول من مستوى 35% قبل عامين. أتصور أنه هذا رقم مرشح لمزيد من الانخفاض خلال الفتره القادمه، وده الحقيقه ايضا من المؤشرات الطيبه للغايه. الحقيقه معظم ما تستهدفه الحكومه في الموازنه القادمه دكتور هشام في معدلات التضخم يصل قد ايه؟ بنتكلم في تقريبا في حدود 10%، وده كمان هيكون معدل طيب، لانه خلينا نشيل عدد من الامور اتصور انها هتؤدي لمزيد من انخفاض التضخم خلال الفتره القادمه. يعني مؤكد انه تحسن قيمه الجنيه امام الدولار اللي شفناه الحقيقه خلال الاسابيع الماضيه، مؤكد انه هيؤدي للتخفيض نسبيا في تكاليف الانتاج، ومن ثم في الاسعار، ومن ثم في معدل التضخم. اتجاه البنك المركزي لتخفيض اسعار الفائده ايضا سيؤدي لتخفيض تكلفه التمويل، ومن ثم تكاليف الانتاج، ومن ثم اسعار البيع. فالحقيقه لدينا عدد من المؤشرات اللي مفترض انها هتؤدي لمزيد من انخفاض معدل التضخم خلال الفتره القادمه، وتصور ده كمان هيكون معدل طيب للغايه، انه معدل التضخم اللي وصل لقدمته مع بدايه برنامج الصحه الاقتصادي، وتم استيعاب القرارات العنيفه اللي اتخذت في اطار برنامج الصحه الاقتصادي، وبالتالي اتصور انه المجتمع المصري سوف يتجه لمزيد من الاستقرار في مؤشراته الاقتصادية. لا يمكن الحديث عن أرقام تخص الاقتصاد وتخص الوضع الاقتصادي المصري أو الوضع الاقتصادي لأي دولة بمعزل عن جاذبية بيئة الاستثمار في هذه الدولة باعتبارها من بين أهم المحركات لتنشيط عجلة النمو في هذه الدولة. ما الذي تقوله أرقام الاستثمار المباشر في مصر؟
بالتأكيد مناخ الاستثمار كان أمر في منتهى الأهمية والخطورة، لأنه كلنا متفقين على إنه جذب الاستثمار ده مستهدف كبير للغاية، لأن هو ده اللي هيؤدي لمزيد من خلق فرص العمل، هو ده اللي هيزود مستوى الدخل داخل الاقتصاد، هو ده اللي هيزود حجم الإنتاج وبالتالي يزيد من قدر المعروض فيقلل من معدلات التضخم. مؤكد إنه مناخ الاستثمار وبيئة الاستثمار عناصره متعددة، والحقيقة مصر اشتغلت على تقريبا كل محاول تحسين مناخ الاستثمار خلال الاعوام الخمسه الماضيه، لو بنتكلم على الاطار التشريعي، لو بنتكلم على البنيه التنظيميه، لو بنتكلم على البنيه الاساسيه، لو بنتكلم على مناطق جديده مفترض هتفتح شرايين جديده للاقتصاد المصري، سواء كان مناطق جديده قريبه لو العاصمه الاداريه او العالمين او غيرها، او بنتكلم على منطقه قناه السويس اللي مفترض هتكون محطه مهمه لجذب استثمارات من مختلف دول العالم، لدينا استثمارات نوعية، لدينا اتفاقات وقعت مع الصين مع روسيا، وبالتالي كل ده بيهيئ المناخ أخذا في الاعتبار سوق يتفع كثيرا مش بس داخل مصر لكن كمان في منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه التحديد داخل القارة الأفريقية، وباعتبار أنه مصر الحقيقة بتجهز للسوق الأفريقي، بتجهز لتنمية اقتصادية حقيقية داخل القارة الأفريقية في إطار مسؤولية مصر خلال هذا العام على وجه التحديد ومسؤوليتها الحقيقة الدائمة تجاه أشقائها الأفارقة. فبالتأكيد الحقيقة زيادة النمو وزيادة التنمية الاقتصادية داخل القارة الأفريقية بالتأكيد أنه بيشغل حيز كبير من اهتمامات مصر ومن اهتمامات الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي. طبيعة النهج يا دكتور هشام، طبيعة النهج الذي يمكن أن تنتهجه مصر مع الدول الأفريقية إذا كنا نتحدث عن هذه الفعالية أصلا التي كان دكتور محمد معيط يتحدث فيها، وهي مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الأفريقي، ما هو النهج الذي يمكن أن تنتهجه الحكومة المصرية لزيادة حجم الاستفادة وإفادة كذلك القارة الأفريقية على مستوى المؤشرات الاقتصادية؟ الحقيقة مصر بتحقق وتطبق أمر الحقيقة ما اعتدناش عليه الحقيقة كثيرا من المجتمع الدولي، إنه مصر ما تنجح فيه داخليا تسعى لتطبيقه ونجح فيه خارجيا، بمعنى إنه الحقيقة كان هناك مجهودات كبيرة للغاية وطيبة خلال السنوات المعدودة الماضية في إطار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تنمية بيئة الأعمال، في إطار خلق جيل تاني وتالت من رجال الأعمال، في إطار ضمان مخاطر الاستثمار، الحقيقة كل هذه الأفكار والتوجهات من مصر بتسعى بشكل جيد للغاية لتطبيقها داخل القارة الأفريقية. مصر بتحتضن مؤسسة ريادة الأعمال داخل القارة الأفريقية، مصر بتهتم كثيرا أنه سيكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تطبيقه داخل معظم الدول الأفريقية اللي هي لديها القدرة على أن يكون هذا القطاع من القطاعات التي تساهم في معدل طيب في معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي هي مصر اهتمامها بالقارة الأفريقية من شأنه أن يفيد القارة الأفريقية كثيرا، لأنه بالتأكيد مصر عليها التزام كبير داخل أشقائها الأفارقة، هي مصر دوما كانت بتلعب هذا الدور على مستوى السياسي والعسكري والاستراتيجي، إن لو أنها تلعبه على مستوى الاقتصادي، وأتصور أن ده كمان سوف يعود بمزيد من المزايا والنفع على الاقتصاد المصري. شكرا جزيلا لك دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة منضما إلينا عبر الهاتف. ختام هذه النافذة من نوافذ الآن، موجز لأهم الأنباء، ومن بعده نستمر مع حضراتكم في قراءات مستمرة لتطورات الوضع الداخلي والإقليمي. إلى الملتقى بإذن الله.